لاعب والمنتخب السعودي كان أيضا لهم حديث قبل المواجهة التي ستجمعهم مع المنتخب الإماراتي. طبعا تابعنا مساعد المدرب صالح المطلق كان يتحدث عن الاستعدادات التي جرت للمنتخب، كان يتحدث عن ما يمكن أو ما هو مأمول من هذا المنتخب قبل مواجهة المنتخب الإماراتي. نتابع ماذا قال لاعب المنتخب قبل المواجهة. والله المعنويات الحمد لله مرتفعة يعني، والبطولة يعني يمكن أول مرة نلعب، يعني احنا مجموعة جديدة منتخب السعودي، إن شاء الله نحاول نرفع اسم منتخب السعودي. يعني كالعادة المنتخب دائم يكون يعني دائم ياخذ البطولة وكذا، إن شاء الله نحاول إن شاء الله نقدم مستوى طيب يرضي الجميع إن شاء الله. مباراة يعني أول مباراة لنا، إن شاء الله نقدم مستوى رائع. يعني جينا هنا ان شاء الله يعني نبغى البطوله، ما جينا يعني الهدف اي حاجه ثانيه. كما يعني تشوف يعني الليل يعني جاهزين ان شاء الله، جاهزيه تامه ان شاء الله، وبكره نطلع ان شاء الله 3 نقاط. والله صح ان كلام اخوي سالم، مباراه الامارات هي اهم لانها المباراه الاولى، دام المباراه الاولى هي تعطيك الدافع للبطوله انك تفوز، وتجي مباراه الكويت نفسيا مرتاح اكثر، وان البطوله المجموعه 3 فرق، فيمديك على من اول فوز انك تحجز بطاقه التاهل، وباذن الله هذا اللي بيصير من بكره ان شاء الله.